السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، معكم محمد من قناة مستر سنايبر. مقطع اليوم استعرض لكم عجلة الرفقاء تيدي بير والحيوانات الأليفة، وأيضا عندي لكم إعلان مهم في نهاية المقطع. بس قبل ما نبدأ مقطعنا، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في حال عندكم أي ملاحظة أو سؤال أو تعليق حلو مثلكم، اكتبوه تحت بالتعليقات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في البداية ومثل ما ظهر أمامكم الآن، بنستعرض لكم عجلة الرفقاء اللي نزلت من مودع للعبة ببجي موبايل، واللي مثل ما ظهر أمامكم الآن من أبرز إضافات هذه العجلة هي 5 رفقاء، 3 رفقاء دببة واللي يأتوا بالشكل الأسطوري، ورفيق الكلب ورفيق القط. العجلة مقسمة على 3 مراحل، وكل مرحلة فيها رفيق أو رفيقين، وأيضا فيها بعض الاسكنات وعملات الاسترداد الخاصة بالحدث. ونظام التفتيح في هذه العجلة يعتبر مختلف، بحيث في أن كل فتحة يختار بشكل عشوائي أحد العجلات الثلاثة، ولكن يمكنك من هذا الخيار أنك تحدد على عجلة واحدة فقط، ولكن بيتغير بعدين سعر التفتيح بحيث أنه يصير أغلى. وبصراحة هذا يعتبر غير منطقي في حال قمنا باختيار عجلة القط والكلب باعتبارهم غير أسطوريين، ولكن بصراحة فرصتك تعتبر جدا كبيرة في الحصول على رفيق الكلب أو رفيق القط أو الرفيقين معا بأقل سعر ممكن. لأنه مثل ما ظهر أمامكم الآن في متجر الاسترداد الخاص بالعجلة، سعر الرفيق الكلب وسعر الرفيق القط هو 130 من عمل الاسترداد. أما بالنسبة لرفقاء الدببة والسكنات وأيضا سكنات رفقاء القط والكلب، فبصراحة تعتبر غالية في متجر الاسترداد، وأفضل عرض من عروض متجر الاسترداد الرفيق الكلب والرفيق القط. فلذلك ننصحكم اللي بيفتح ب 5000 شدة أو 6000 شدة أنكم أنتم تركزوا على الرفيق الكلب أو الرفيق القط. وايضا نحب ننوه ان نزل حدث بالتعاون مع تيدي بير ايضا، واللي هو حدث مجموعة تيدي اللي بنحصله من خلال على سكن بدلة اسطورية مع غطاء الرأس بالشكل الدائم والمجاني، اللي حتلقوا رابط المقطع بتاعه في التعليق المثبت، وايضا حيظهر لكم فوق في الكارد. في النهاية نحب نستعرض لكم اعلان مهم اعلنت عنه ببجي موبايل في صفحاتها على التواصل الاجتماعي، واللي هو اعلان عودة مود السر العتيق، بالتحديد مود الفراعنة اللي عدد كبير من اللاعبين يستنوا انه يرجع هذا المود، ومود الفراعنة بيرجع مع بعض التعديلات، واللي اكيد حتكون تعديلات اسطورية، فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد يخص هذا المود، اول ما ينزل بشكل رسمي على اللعبة. وفي النهاية اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، اعطوني رايكم في عجلة الرفقاء الجديدة، واعطوني رايكم في الرفقاء 5 من ناحية شكل وسعرهم في متجر الاسترداد، واعطوني رايكم في خبر عودة مود السر العتيق، هل نال اعجابكم او لا؟ ولماذا؟ أرجو من الله أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. في حال عجبكم المقطع، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. روابط صفحات القناة على التواصل الاجتماعي تحت بالوصف، لا تنسوا تشتركوا فيها ليصلكم كل جديد يخص القناة. شكرا على مشاهدة الفيديو للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.